السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مر 4 شهور تقريبا على عملية البيات الشتوي للكوبرا المصرية، والنهاردة هنعمل عملية إخراج للبيات الشتوي للكوبرا المصرية. هنخرجها النهاردة من البيات الشتوي، ولكن في شوية حاجات طبعا هتتعمل في الأول. طبعا الباب ده ما اتفتحش من وقتها غير مرة واحدة بس وقت الأكل. هنا دي مكان اخر عملية هنا. شايفين حضراتكم هنا؟ ده مكان اخر مرة حطينا الكوبر هنا في البيات الشتوي، وطبعا واضح جدا هنا مكان الاثار بتاعتها، مكان خروجها من الكاوتش هنا ودخولها. طبعا واضحة هنا زي ما انتم شايفينها. الكوبر موجودة جوه هنا، فنشوف مع بعض ايه الخطوات اللي هتتم. طبعا اول حاجة هضطر ان انا اخش جوه الحوض. طبعا هنا لماع موجود الكوبر تحت هنا، فاول حاجه لازم اعملها هنا عشان خاطر الخروج من البيات الشتوي ان انا لازم اعيد تهيئه الحوض مره ثانيه ونظم الحوض كله مره ثانيه. طبعا انا وجودي هنا مع الكوبر مخاطرة، لكن انا اتعودت عليها من وقت طويل. طيب المرحلة الثانية، كل اللي احنا ردمناه ده هنرجع ناخده ونفرده تاني هنا في الارضية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا بحاول اسيب الجناب دي لاخر حاجه عشان طبعا الكوبر موجوده هنا جوه، انا بحاول اسيبها اخر مرحله. زي ما حضراتكم شايفين انا لازم اظبط الارضيه من جديد تاني. كل الرمل اللي كان موجود هنا شايفين حضراتكم هنا، هنا ادي الكوبرا هنا اهي طبعا متواجد معاها هنا انا في نفس الحوض. الكوبر دي تقريبا ما طلعتش في الفترة بتاعت البيات غير حوالي 4-5 مرات ان هي تطلع للشمس، ومرة منهم للأكل، ولكن معظم الوقت كانت زي ما هي. طبعا انا مش هينفع اجازف اكتر من كده، فاضطر ان انا اطلع بره قبل ما هي تطلع عليا ونكمل بقية الشغل من بره. طيب باقي المرحلة هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين شايفين يا جماعة الكوبر هنا
طبعا على الوضعية بتاعتها دي كأنها مردومة ردم، كأن في حد رادم عليها، احنا كنا رادمين عليها فعلا، ولكن بتتكدس فوق بعضها بالمشهد اللي انتوا شايفينه ده كده، تحس ان هي حاجة مدفونة او حاجة ميتة مدفونة. بس طبعا مجرد ما هلمسها هتتحرك من مكانها فورا. شايفين حضراتكم؟ طبعا دي هنا كراتين عشان يستقروا تحتها بره دلوقتي عشان اخرجهم من البيات الشتاء. هذه كوبرا تانية. دي يا جماعة اللي هي الكوبرا البندت، طبعا كله فاكرها لأن ألوانها مميزة جدا وكوبرا شرسة جدا مش سهل التعامل معاها. كوبرا شرسة جدا. شايفين حضراتكم؟ طبعا انا بحاول اقعد دي عشان اعرفها ان هي كده خرجت من بيات شدوي من الموضوع كده. Thank you.
وبكده طبعا اكون انا خرجت الكل من بيات شتوي. طبعا يا جماعه انا بسيب الكاوتش ده طبعا المرحله بتاعه التزاوج، لان دي اهم مرحله بالنسبه لي انا في السنه، ان انا بسيبهم يتزاوجوا، لان دلوقتي اللي هيتم ان انا احط لهم وجبه اكل، الكوبر هتاكل كلها، وبعد كده هيتم نزع التوب لان هي هتغير توبها بعد خروجها من بيات الشتوي، وبعد كده بتخش عمليه التزاوج. بعد عملية التزاوج وان انا بعرف ان هي خلاص خلصت عملية التزاوج اللي هو نهاية شهر 5، برفع بقى فرد الكاوتش دي خالص عشان بعد كده تتم عملية البيض ويتم تحضين البيض بعد كده. هنا زي ما حضراتكم شايفين مجموعة الكبر كلها. طبعا الكبر كلها طلع غضبانه، لان طبعا لما بتعدي مرحله البيات الشتوي في الاسر الكبرى بالنسبه لها كانها تم صيدها حديثا، يعني انا لما بطلعها تاني من البيات الشتوي بعد مده 4 شهور بتبقى الكبرى خلاص، يعني ما عندهاش القابليه او الاستعداد ان حد يمسكها، فبتبقى عندها نفس الشراسه ونفس الخوف ونفس النفور اللي هو بتاع وقت الصيد، لان طبعا الكبر او اي تعبان عموما وقت الصيد بتبقى فيه قوه مضاعفه من حيث الشراسه ومن حيث العض ومن حيث الهجوم ومن حيث الدفاع عن نفسه، عكس ما بيبقى بقاله فتره في الاسر او كده بتبقى عمليه الهجوم بالنسبه له او الشراسه بالنسبه له اقل نسبيا. طبعا ده لا يمنع ان هي بتشكل خطر في اي وقت واي خطا طبعا بكارثه.